الجزائري عشان عارف نفسه. هل كان في اي مصابين تاني؟ لا لا لا، هم اربعة وماتوا. القطر خدهم بعيد هناك. طيب كان في تحرك من الحكومة؟ ايوه ايوه، اهمال في تحرك من الشعب، ما فيش حكومة. الحكومة جت عينت ومشيت. الحكومة كنت موجود. الراجل ده بيتكلم صح. ايوه الراجل ده حضرتك بيتكلم صح صح، سواء التاكسي ولا غلطان، بس برضه الحكومة غلطانة. اعملوا لنا بوابات الكترونية. الراجل ده حتى ازاي؟ الراجل ده حتى ازاي؟ بص 2 كيلو تلاقي تاكسي، بص مطبقة في بعضيه، انت فاهم؟ احنا هنا عايزين بوابات الكترونية. ايه الحل؟ ايه الحل؟ جاي عكس الكترونية، عايزين بوابات الكترونية. البلد فيها فلوس، ما احنا عارفين. حضرتك شايف الحدث ده ازاي؟ حضرتك احنا هنا فرض اليوم من زمان. الناس بتوع المزلقان عاملين بما يرضي الله شغلهم مظبوط، لكن احنا علينا سلوكيات. احنا بنبقى واقفين كناس كبار بنستنى القطر اما بيعدي، في ناس ما بتحترمش وما بتخافش من عمرها وبتعدي من تحت القطر وهو واقف. سواق التاكس جه دخل مخالف، وبعدين لقى القطر جاي، فعشان يهرب منه قام نازل في قلب بين القضيبين. فطبعا ما تقدرش، الناس حاولت تشيل، ما قدرتش ان هي تشيل التاكسي من المكان، فقام نازل وسايب العربيه وهرب. اذا دي سلوك انسان، ان الانصاف والعدل، مش سلوك ولا لا بتاع مزلقان ولا غيره، مش بتاع تمام. لا هو المزلقان كان مقفول ولا كان مفتوح؟ مقفول، كان مقفول. المزلقان كان مقفول، المزلقان كان مقفول، وهو عدى من ازاي عدى السواق والمزلقان كان مقفول؟ المخالف اللي هو جاي عكسي. انت كنت موجود؟ المزلقان كان مفتوح ولا كان مقفول؟ هو دخل من ناحيه تانية، كان مقفول. هو دخل من ناحيه تانية، دخل من العكس. ما في سلسله، ايه سلسله واحده هنا وسلسله هنا، يعني سلسله هنا وسلسله هنا. طيب مين يتحمل مسؤوليه اللي حصل؟ الحكومه. الحكومه لا لا لا، الحكومه. سواق التاكس، سامحنا حضرتك، سواق التاكس هو اللي مسؤول لان دخل غلط. سواق التاكس مسؤول لان دخل. فين سواق التاكس؟ فين سواق التاكس؟ هرب من ساعه ما اتعمل محور 26 يوليو ده، واهالي ارض اللي هو دول ماتوا جواها. ليه؟ لان انت النهارده عندك اراضي سهله قوي ان انت تعمل لي نازله على نازله السودان ديت اللي ما فيش حد بيعبرها، تمام، وطلع الناس دي منها. وفي خارجه من المزلقان، في خارجه من جامعة الدول العربيه تطلع الناس دي، واقفل هنا خالص، تمام، واعمل هنا مشاه.